مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير لكم واهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الطرويضة او بالضبط من شاطئ عين دياب. اجواء مثيرة بكورنيش عين دياب والبيضاويين كيمارسوا الرياضة في هذا الصباح مع عطلة نهاية الاسبوع. شوفوا معنا الاجواء كيفاش دايرة في شاطئ عين دياب اللي اشهر بلاصة في كازا، الدنيا عامرة، الناس كيمارسوا الرياضة. شوفوا معنا مشاهدينا من مدينة الدار البيضاء. حسن هذا خويا الشاطئ عين دياب. تبارك الله الشاطئ شحال عامر للشباب هابطين البحر كيترينيو وكيلعبوا ماتشات. هاي ايام الاسبوع كتلقى الدنيا عامره في عين دياب.